في الحقيقة كلنا لسه بنتابع ونستمتع بفعاليات مهرجان العالمين الجديدة، مهرجان العالم عالمين، المهرجان اللي خرج فيه نسخته الثانية وكل الدنيا كلها شافته بعدد كبير جدا من الفعاليات. خلف الكواليس في جهود كبيرة جدا بتبذل لإخراج هذا المهرجان بالشكل ده من خلال خلية نحل بتعمل على مدار اليوم علشان تخرج كل الحفلات والفعاليات بصورة تليق باسم مصر وباسم هذا المهرجان. وفي الحقيقة النجاح في مهرجان العالمين في الدورة الأولى كان يعني على سقف التوقعات والطموحات في الدورة الثانية، علشان كده النجاحات العام الماضي تم البناء عليها علشان نشوف أيضا نجاحات مضاعفة وتطور كبير في النسخة الثانية. صحيح يا مصطفى، كلامك في جزء كبير جدا من الصحة فيما يتعلق بالتطورات سواء في الدورة الأولى في العالم عالمين أو ما يبنى عليها في الدورة الثانية لهذا المهرجان من خلال فعاليات مختلفة، أنشطة ثقافية وترفيهية تناسب كافة الفئات العمرية وأيضا الفئات الاقتصادية المختلفة. حفل الهضبة كمان الفنان عمرو دياب اللي هيكون ضمن فعاليات الدورة الثانية للمهرجان، تذاكر الفئة الأولى فيه خلصت بشكل كامل، والحفل من المقرر أن يقام يوم الجمعة 9 أغسطس على مسرح يو أرينا، وده اللي كشفه الحساب الرسمي لمهرجان العالمين على الإنستجرام. من الجميل برضو تزايد معدلات البحث، الجمهور يبحث وبيدور عن مواعيد حفلات وفعاليات المهرجان، وده اللي كشفته خوارزميات مواقع التواصل. شفنا ده وعرفناه من خلال حفل القيصر الفنان كاظم الساهر يوم الخميس الجاي على مسرح يو أرينا، وشفنا أيضا ده من خلال حفل النجمة الكبيرة الفنانة ماجدة الرومي يوم الجمعة القادم اللي هيكون أيضا بقيادة المايسترو نادر عباسي. حفلتين في الحقيقة هم أقوى من بعض في عطلة نهاية أسبوع، تذاكر متاحة موجودة حتى الآن من خلال شركة تذكرتي. مهرجان العالمين ضف روح وحس مختلف الحقيقة للمدينة الجميلة المبهرة، مش بس مبانيها وضخامتها لكن كمان إنها من المدن الذكية المحافظة على البيئة اللي بتحاول بشكل أو بآخر إن هي تمتع جميع أفراد المجتمع المصري أو تمتع المواطن المصري من خلال الشواطئ المفتوحة، الشاطئ المجاني تحديداً اللي خصصته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن خلال الفنادق العالمية اللي أقيمت فيها والمباني والأبراج اللي بيعت بشكل يعني شبه نافد بالنسبة لمن امتلكوها في هذه الطبيعة الساحرة من المياه والرمال الصافية على ساحل البحر المتوسط. الإنشاءات والمباني المبهرة اللي تم إنجازها بشكل مبهر كانت مرة تانية نوع من أنواع الدعاية واتجاه الأنظار إلى مصر، ليس فقط للمواطن المصري لكن أيضا من الخارج ولوجهة لاستثمار سواء مباشر أو غير مباشر على الأراضي المصرية بطول الساحل الشمالي لمصر ومن خلال استثمارات مختلفة تقام عليه. على أي حال إحنا متابعين مع حضراتكم، هنتكلم النهاردة عن مهرجان العالمين في نسخته الثانية، هيكون معنا فقرات وهيكون معنا أيضا بث مباشر من هذه المدينة، هنتابع مع بعض إزاي تم التوافد على هذه المدينة من خلال عدد كبير جدا من السياح والمصطفين اللي أتوا لهذه المدينة، وهنتابع أيضا تفاصيل الحفلات والفعاليات الفنية أو الرياضية. مرة تانية بنصبح عليكم، صباح الخير عليكم جميعا، وصباح الخير مصر.